خليتكم فين؟ بتقول عصابة مش هتستحمل الموت. السلام عليكم. ايه ايه رأيك؟ الموضوع بسيط ممكن نحله وديا. ايه رأيك؟ نجيب ناس من طرف الزوجة وناس من طرف الزوج ويتحل الموضوع وديا وتمشي تمشي الأمور. مفيش زيجة إلا فيها مشاكل. قلت إيه حضرتك؟ يا مدام أسمع صوتك إيه؟ نحل الموضوع. خلصنا لو سمحت. ها؟ خلصنا لو سمحت. خلصنا إيه؟ مفيش فايدة. كمل إجراءاتك. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. تفضل يا عم الشيخ. لا إله إلا الله. إنه لا يحزنني. طب وأنت ليه ما قلتليش من الأول؟ يا ماما عشان ما تزنيش عليا. ده أنا مش هزن وبس. أنت مش عارفة أنا هعمل فيكي إيه. ماما لو سمحتي يا ماما، إحنا قبل ما نتكلم أنا قلتلك إنك ما تعمليش حاجة وحلفتك وأنت حلفتي. أنا فعلا مش هعمل حاجة بس هدعى عليكي كده يا ماما؟ أيوة يا هبة عشان أنت كده بتحرقي دمي. لا يا ماما أنا كنت بفكر. ووصلتي لإيه بقى يا أم الأفكار؟ لسه بفكر. آه؟ طب قومي غوري من قدامي بقى. قومي قومي خشي جوه غوري من وشك كتك القرف. كنت متأكدة إنك هتعمل كده. أنت يا بت انت يا بت ماما الطريقه بتاعتك دي مش هتحل اي حاجه خالص. انا اصلا بكره الطريقه بتاعتك دي. انا اتفقت معاكي على حاجه وانت عملتي عكسها بالظبط. انا مش هقول لك اي حاجه تاني ابدا ابدا في حياتي. يمي 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 ايه مزراب كلام. اهدي بقى كده وهنشوف ايه اللي يريحك. هو انا عمري هغصب عليكي؟ اكيد لا. طيب اديكي عارفه بقى هتعملي ايه. ماشي كلمي معايا بس من غير انحياز. ماشي. طيب انا بقالي كتير مش عارفه اخد قرار. ليه بقى كده؟ الموضوع حصل بسرعه جدا وانا بخاف من فكره الجواز اصلا. خايفه ازاي يعني؟ يعني مش مقرره في دماغي هو انا عايزه اتجوز اصلا ولا لا، ولا انا عايزه اتجوزه ده هيبقى شكله عامل ازاي. ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني هتقعدي كده من غير جواز؟ ممكن. ممكن يعني ايه؟ الناس كلها لازم تتجوز. ماشي ممكن مش دلوقتي وممكن مش ده. بقول لك ايه، انا عايزه افهم حاجه. انت كنتي تتوقعي او تحلمي ان واد زي ده يبص لك؟ هلا قالت لي كده برضو. ايه يا جماعه هلا؟ يعني قلتي الهلا وما قلتليش اهو. ايوه عشان اللي انت بتعمليه ده. لو انت كده كنتي ست عاقله وكمل كنت حكيت لك من الاول. وعشان انا بقى ست عاقله وكمل بقول لك انك انت هتندمي لو ضيعتي الواد ده من ايديكي وهتبقي اكبر حماره. ماشي يا ماما شكرا جدا، رايك مختلف جدا، ساعدني جدا ان انا اعرف حقيقه مشاعري. ميرسي شكرا. اتفضلي مع السلامه. احسن اقوم اعمل حاجه مفيده احسن. متشكرين جدا. اتفضلي. بس بكره تندمي على كل اللي بتعمليه ده وتقولي الله يرحمك يا ماما، ولا يوم من ايامك يا ماما كنت عندك حق في كل اللي بتقوليه يا ماما. مش هقول اي حاجه من الحاجات دي. مش هقولها طبعا. أعرف. مع السلامه. اعمل ايه بقى؟ قومي قومي. عايزه انام. خالتك اتطلقت وهلا بتقول انها عايزانا نطلع لها. خلاص كده يا اختي بلا هم. يلا يلا خالتك عايزانا ضروري.